شرائط الظهور بمثابة العلة التامة التي يتوقف الظهور المقدس على تحققها. ما لم تتحقق الشروط شرائط الظهور لن يحصل الظهور المقدس، سواء تحققت العلامات أم لم تتحقق. شرائط الظهور تنقسم إلى قسمين، القسم الأول قسم سماوي إلهي، والقسم الثاني قسم بشري أرضي. أما القسم السماوي يتمثل في الأطروحة العادلة وفي القيادة الحكيمة. الأطروحة أو عبارة عن الدستور، أو عبارة عن النموذج، أو عبارة عن المخطط الذي سوف يطبق قانون العدالة الإلهية على أرض الواقع في الخارج. أطروحة العدالة الكاملة التي يريد الله عز وجل تطبيقها على أرض الواقع لا بد من وجود قيادة حكيمة تتولى عملية تطبيق هذه الأطروحة على أرض الواقع. تكفل الباري عز وجل بإيجاد الأطروحة العادلة، وتكفل بإيجاد القيادة الحكيمة متمثلة في مولانا ولي نعمتنا صاحب الناحية المقدسة روحي لتراب آخر جوانبه. ده القسم الأول. القسم الثاني شرطان أرضيان بشريان مرتبطان بالعنصر البشري. الشرط الأول وجود العدد الكافي من المخلصين الذين يؤازرون تلك القيادة حتى تقوم بعملية تطبيق تلك الأطروحة في أرجاء العالم. اثنين، توفر القواعد الشعبية الكافية التي تمتلك مستوى الوعي والمعرفة والإحاطة حتى تكون مساندة للقيادة الشعبية، للقيادة الحكيمة، وللعدد الذي يساند القيادة. متى توفر هذان الشرطان؟ تحقق الظهور المقدس. إذن يتضح أن بأيدينا تعجيل الظهور المقدس، كما أن بأيدينا إطالة مدة الغيبة واستمرارها. من الذي ينتظر الآخر وفقاً لهذا؟ نحن من ينتظر الناحية المقدسة، أم الناحية المقدسة هي التي تنتظرنا؟ وفقاً لما قررنا يتضح أن الناحية المقدسة هي التي تنتظرنا ولسنا نحن من ينتظر. متى وفقنا الشرطين المتبقيين ثبت أن الظهور المقدس تحقق. متى انتفيا ولم يتوفرا ستخوض الغيبة المظلمة وسيكون الظلام علينا.